عبرت معبر رفح البري 20 شاحنة فقط باتجاه معبر كرم أبو سالم. على صعيد متصل، استقبل معبر رفح أمس المفوض العام للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل برفقة محافظ شمال سيناء خالد مجاور، وذلك للوقوف على الوضع الميداني في معبر رفح والخدمات التي تقدمها مصر سعيا منها لإنفاذ المساعدات بشكل مستدام إلى القطاع. تحياتي إليكم من أمام معبر رفح البري بمدينة العريش، حيث نرصد أبرز الأحداث الخاصة بقطاع غزة وبنقل الشاحنات التي تدخل إلى القطاع محملة بالمواد الغذائية والإغاثية وخروجها. ويعني كما نرى في الخلفية لدينا سيارة محملة بالمواد الغذائية التابعة لليونيسيف، وهي مواد إغاثية وعبارة عن أدوية تابع لليونيسيف كما هو مكتوب على السيارة. وعادت مرة أخرى، وكان من قبل هذا البث هناك بعض السيارات أيضا خرجت بشحنات غذائية محملة بها مرة أخرى. من ضمن 20 شاحنة تم رصدها أو جملة ما تم دخوله إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم اليوم، وعاد العديد منها. ما زلنا نحصي هذه الأرقام حتى الآن، وذلك ضمن سياسة التجويع والترهيب والإبادة الجماعية التي تحدث داخل قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية. وكان بالأمس لدينا 70 شاحنة دخلت، خرج منها أكثر من النصف معاد بنفس الحمولة التي كان يحملها. واليوم كما ذكرت أنه لم يدخل إلا 20 شاحنة فقط، وعاد منها العديد محمل بنفس الحمولة. يعني تقلص العدد، وأيضا تقلص بزيادة بعودته مرة أخرى بنفس الحمولة. ورصدنا حتى الآن سيارتان محملتان بالغاز خرجتا بعد إفراغ الحمولة الخاصة بهما في الناحية الأخرى. هذه كانت أبرز الأحداث حتى ساعتنا هذه، ونوافيكم بالمزيد من أمام معبر رفح. التلفزيون المصري، باسم أبو العنين.